السلام عليكم. اليوم باش نحكي على التصويرة اللي هبطت اللي فيها منال عمارة وكادوريم. هذيك ما تكون كان تصويرة متاع كليب ولا تصوير متاع فيلم. وديجا كيف نمشيو احنا للباج فان متاعها نلقاو اللي هي كانت كاتبة عروسي وحبي على الفوتو، ومن بعد عملت موديفي للتصويرة ونحات الكلام اللي موجود فيه عروسي وحبي برعاني باش هي تخلقك البوز، وانتوما تقول لكم راكم فهمتوا بالغلط، واللي الحكايه ديك اشاعه طلعتوها انتوما، وتبدا هاي ماشيه جايه على التلفزه، اطلع اهبط اطلع اهبط، امشي اجا امشي اجا. انا نتمنى نسمع اغنياتها في كريهب، نسمع اغنياتها في بواتات، نسمع اغنياتها في حكايه، والله نتمنى. اما هي صغاريت اكثر من كسكسي، ما فهم شيء، اطلع للتلفزة اهبط للتلفزة. نتمنى نلقى من الاعمار عامله اغنيه مكسر الدنيا مكسر الدنيا، فهم شيء ما فهمها شيء ما فهم. والله يا ربي يهدي والله.